ما كان قصدي هيك، والله ما بفهم بالفلافل. تعرفتوا علي جوات الكادر، اليوم راح تتعرفوا علي برات الكادر. انا إلي مدري. مش هواية، هذا أنا. That's it. هذه الكركبة بالنسبة لي مش كركبة أولا، بالنسبة لي هذا الشيء، هذا الفن الثاني يلي أنا بدي إياه. بحب ألعب بالخشب. بيتي أنا عامله لمجرد إنه عم بلعب بإيدي مثل ما أنا بدي. الأشياء المنا بيرفكت. بعتقد انه بمرحلة معينة بالزمن رح اتخلى عن البشرية وعن الفن والعب بهذا الشيء. مش بعيدة القصة. هيدا تختي. هو عبارة عن اشياء ريسايكلد، باليتات. هيدا ضوء لقراية. ولكل يلي بيقول انه ييو خشب وبيهزهز وبيدري شو. ما بيطلع صوت ولا بيضج ولا بيعمل شيء وماكن. وهيدا كله انا عملته بايدي. واحد من الاشياء اللي بحبها كثير هي رود تريبس. ما بتسمي لي بدني السواقه بلبنان، ما بعرف ليه. لا بديش. الالمنت يلي بعد بدي فوته على البيت هو القش، لانه كان بدي اكسر الخشب لما يطلع كتير شاليه، فجينا نتبضع هنا. لكم اياها يا حضرات التنس، بتفلحوا بتخربوا. بدكم تشتغلوا من 8 ل 2، لا دوروا على دومين ثاني. هذا منه دومين وظيفه، هذا انتم حياتكم. يا بتفلحوا يا ما بتعملوا شيء بالمره. ما في نص، في فلاحه.